هذا الذي ذكر عن ابن عباس ليس على اطلاقه هكذا، يعني في الآية التي قال الله جل وعلا فأولئك هم الكافرون، مستحيل أن الله جل وعلا يطلق الكفر على إنسان ونقول أنه ليس كفر، وإنما هو في قضايا معينة ذكرت، قضية أو قضايا معينة كون الإنسان يحكم فيها بغير ما أنزل الله مع إقراره بالإيمان وأنه مخطئ في ذلك ومستحق للعقاب، فهذا هو الذي يقول فيه إنه كفر دون كفر. أما أن يستبدل الشريعة الإسلامية القانون أو يفضل القانون على الشرع ويقال في هذا إنه كفر من دون كفر، هذا لا يمكن، هذا مستحيل، لأن هذا في الواقع هو الكفر الذي يقول الله جل وعلا فيه أن أولئك هم الكافرون. وسبق ذكر الآية التي في سورة النساء لما ذكر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله، ثم ذكر أنهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، جرد الإرادة أنها تخرجهم عن الإيمان، ثم ذكر من صفاتهم إلى أن قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فذكر القيود التي في الآية عدة مع التحكيم، أنها الانقياد والرضا تسليم لذلك، وإذا تخلف شيء منها لا يكون الإنسان مؤمنا، فكيف بالذي يحكم القوانين ثم يقال إنه كفر دون كفر؟ هذا لا يمكن أن يقوله ابن عباس ولا غيره من العلماء الذين فهموا ما أنزله الله جل وعلا على رسوله.